كما يعرف أن الحكومة الأثيوبية كانت تحتجز أبناء تيغراي المتواجدون في مدينة أديس أبابا عندما شنت الحرب على تيغراي، ولكن الآن ومن جديد بدأ احتجاز أبناء تيغراي المتواجدون في مدينة أديس أبابا بكثافة، وتم احتجاز الكثير من أبناء تيغراي منهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وغيرهم الكثير. وهذا الاتصال من مدينة أديس أبابا يعبر لنا عن مدى الخوف الذي يعيشونه الآن أبناء تيغراي في المدينة. عملت لك حجي أشرومي لازم زقورو وزلو سيبيل تقدينهم يمزمتونا بقى سيبيل تقدينهم يمتو كاو بقى قفيفهم دس ولمسو قفيفهم زفتي نورمالي دومو بقى قوس كل بلا سبب تايرك مزيل كاشرومي لخبا بيترك بنا زوم حبش خدان تتألفو قال ما لازم سفيتي لان انا من شو من تقال اتبا بلا مقاوو سيدمو مالتي حفتنا هزنا على ولو اشرو ميدا اللوا تقول ما تتاي كمي كم الاسرو مونا يفلتي بقل ما قا نتو لك تبعتي فتانا يكزي بتعمي يوم الحزن خا بتعمي مالتي